الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، قال المؤلف رحمه الله في معاصي البدن: وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر وترك الإحداد على الزوج. الشرح: أن من معاصي البدن ترك الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد على زوجها، والإحداد هو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء العدة، هذا معنى الإحداد. وليس من الإحداد أن تترك تكليم الأجانب إذا لم يكن فيه معصية، إذا كان كلاما مباحا، وليس من الإحداد أن تترك استقبال الرجال الأجانب في بيتها بلا خلوة بلا معصية. وكذلك ليس من الإحداد ما يقوله بعض جهالة العوام من أن المرأة المحدة على زوجها لا تقعد في شرفة المنزل. يجوز لها أن تقعد في شرفة المنزل، يجوز أن تحدث الرجال الأجانب بما لا معصية فيه. هؤلاء يزيدون على دين الله ما ليس منه، وهذا الكلام الذي يقولونه فساد وضلال والعياذ بالله. ولا يختص الإحداد بلون واحد من الثياب، بل يجوز الأبيض والأسود وغير ذلك إذا لم تكن ثياب زينة، ويحرم من الأسود ما كان فيه زينة، ويجوز لها أن تلبس الأسود الذي ليس فيه زينة، ولا يكون هذا تشبها بالكفار، بل معلوم عند المسلمات أنهن يلبسن السواد في التعزية إذا أرادوا الذهاب للعزاء وفي أثناء العدة، معلوم هذا ومعروف هذا عند النساء المسلمات، فهذا ليس مما اختص به الكفار كما يتوهم بعض الناس. وليس من الإحداد الواجب عليها ترك مكالمة الرجال غير المحارم، فهذا ليس مما يدخل في الإحداد الشرعي، إنما هي عادة أضافها بعض الناس ونسبها إلى شرع الله، وهي ليست من شرع الله، فلينشر ذلك، لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك ويعتقدون أنه من الإحداد الشرعي، وذلك تحريف للدين. ولا يجوز للمحدة أن تبيت خارج بيتها، لكن يجوز لها أن تخرج لتستأنس ببعض جاراتها ثم تعود إلى البيت للمبيت، يعني إلى بناية بنايتين ثلاث بنايات مثلا. وتحرم الزيادة على المدة المشروعة في إحداد الزوجة على زوجها، وهي 4 أشهر و10 أيام للحائل التي هي ليست حاملا، وللحامل حتى تضع حملها. ويجوز لغير الزوجة من النساء الإحداد إلى 3 أيام، ويحرم عليهن الزيادة على ذلك. الرجال حرام عليهم الإحداد. المرأة إذا مات غير زوجها، كأن مات أخوها، كأن ماتت أمها، مات أبوها، إن كانت متزوجة وأذن لها الزوج يجوز لها أن تحد إلى 3 أيام بإذن الزوج، إذا لم يأذن ليس لها ذلك. الله تعالى يعلم أن النساء في قلوبهن ضعف، لذلك شرع للمرأة أن تحد على غير الزوج بإذن الزوج إلى 3 أيام، أما الزيادة على ذلك فحرام. قال المؤلف رحمه الله: وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر. الشرح: أن من معاصي البدن تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر، فيحرم تنجيسه بالنجاسة، وكذلك تقذيره بغير النجاسة كالبزاق والمخاطي، لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها تطيبها، فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة،
من زمان خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، وذلك من القربات إلى الله، وقد تقدم ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. الشرح: أن من معاصي البدن تأخير أداء الحج بعد حصول الاستطاعة إلى أن يموت قبل أن يحج. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: فأصدق، أي أزكي، وأكن من الصالحين، أي أحج. فوجوب الحج وإن كان على التراخي عند الإمام الشافعي وآخرين من الأئمة، لكنه إذا تساهل المستطيع حتى مات قبل أن يحج فإنه يحكم عليه بالفسق. قال المؤلف رحمه الله: والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. يعني إنسان ليس عنده جهة ظاهرة يدخل له منها مال، أراد أن يقترض من شخص، وهذا الشخص الذي هو يريد أن يقرضه لا يعلم أنه ليس عنده جهة ظاهرة يفي منها الدين، لا يجوز له أن يأخذ منه إلا إذا أعلمه. يعني يقول له: أنا ما عندي مال، أنا ما عندي دخل، لا أعمل، أريد أن أقترض منك، تقرضني وأنت تعلم بحالتي هذه؟ إن رضي فذاك الأمر. الشرح: أن من معاصي البدن الاستدانة للذي ليس بحاجة للطرار إن كان لا يرجو وفاء للدين الذي يستدينه من جهة ظاهرة إذا لم يعلم دائنه بذلك، أي لم يعلمه بحاله، أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاء من جهة ظاهرة، أي ليس عنده ملك ولا مهنة يستغلها لرد الدين. فإن كان يرجو له وفاء من جهة ظاهرة فلا حرج عليه في الاستدانة. قال المؤلف رحمه الله: وعدم إنظار المعسر. الشرح: أن من معاصي البدن ترك الدائن إنظار المعسر، أي العاجز عن قضاء ما عليه مع علمه بإعساره، فيحرم عليه ملازمته أو حبسه، ويحرم عليه مطالبته مع علمه بعجزه، كأن يقول له: الآن تعطيني مالي. يعني إنسان أقرض إنسانا مالا، ثم هذا المدين المقترض عجز عن وفاء الدين صار معسرا، فهذا الذي أقرضه الدائن يلزمه أن لا يؤذيه، أن لا يلازمه للمطالبة، أن لا يحبسه. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان معسرا يصبر حتى يتيسر أمره. روى مسلم من حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أسقط عنه، أظله الله في ظله، أي في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يجعل المتقين الصالحين الأولياء الأنبياء الأطفال في ظل العرش، وفي ذلك اليوم الشمس تدنو من رؤوس العباد قدر ميل واحد، قدر 2000 ذراع، فيعرق بعض الناس حتى يصل عرقهم إلى أفواههم، وكل عرقه يختص به. المتقون محفوظون، الأنبياء الأولياء الصالحون الشهداء، فالذي يحفظ في ذلك اليوم من أذى حر الشمس يحفظ أن يكون في ظل العرش. هذا معنى في ظله، أي في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك الوقت لا توجد شجرة ولا حائط ولا بنيان، أرض ممدودة كالجلد المشدود يقف عليها الناس للحساب، لا يوجد كهف ولا جبل ولا واد، المحفوظ في ظل العرش، اللهم اجعلنا منهم. قال
قال المؤلف رحمه الله: وبذل المال في معصية. الشرح: أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر بذل المال في معصية من معاصي الله تعالى، كبيرة كانت أو صغيرة. ويلتحق بهذا الإنفاق المحرم ما يبذل للمغنيات والمغنين أجرة. قال المؤلف رحمه الله: والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي وتمكين الصبي المميز منه. الشرح: أن من معاصي البدن الاستهانة بالمصحف، أي فعل ما يشعر بترك تعظيمه، وكذلك فعل ذلك بعلم شرعي ككتب الفقه والحديث والتفسير. إذا إنسان رمى المصحف في القاذورات كفر والعياذ بالله. إذا رمى كتاب الفقه الذي يحوي الآيات القرآنية والأحاديث والكلمات المعظمة رماه في المستقذرات في المزابل، هذا كفر والعياذ بالله. وكذلك الورقة الواحدة التي فيها قرآن أو علم شرعي. ويدخل فيما ذكر تمكين الصبي المميز المحدث ولو حدثا أصغر من المصحف لغير حاجة دراسته وحمله للتعلم فيه ونقله إلى موضع التعلم. وأما ما يعتبر استخفافا بذلك فإنه معدود من أسباب الردة كدوسه عمدا ولو لتصفيف النسخ في المطابع أو المكاتب أو نحو ذلك من الأغراض، كما يفعل بعض الجهلة في بعض المطابع، يصعد على صناديق المصاحف يدوس عليها حتى يطلع للتي هي فوقها، فهذا كفر والعياذ بالله. لو قال أنا لا أستخف بالقرآن وأنا أحترم القرآن، لكن هذا الفعل كفر. كذلك كتابة بعض آيات القرآن بالبول كفر، أو بدم الحيض للسحر كفر والعياذ بالله. من فعل ذلك عليه أن يتشهد للرجوع إلى الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كذلك لا يجوز إلقاء الورقة التي فيها اسم من أسماء الله كعبد الله وعبد الحميد وعبد الكريم وعبد السميع، أو فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أو فيها اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد قصد به النبي، لا يجوز رميها في القاذورات. انتبهوا لهذا. قال المؤلف رحمه الله: وتغيير منار الأرض، أي تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره، والتصرف في الشارع بما لا يجوز. الشرح: أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر تغيير حدود الأرض، بأن يدخل من حدود جاره شيئا في حد أرضه، وكذلك اتخاذ أرض الغير طريقا. ومن ذلك التصرف في الشارع بما لا يجوز فعله فيه مما يضر بالمارة. والشارع اسم للطريق النافذ، ومثله في ذلك غير النافذ، فيحرم التصرف فيه بما لم يأذن فيه أهله. الطريق الذي ليس نافذا ليس شارعا يحرم التصرف فيه بما لم يأذن به أهله، أهل هذا الشارع هذا الطريق. قال المؤلف رحمه الله: واستعمال المعارف غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها، أو أعاره لغيره. الشرح: أن من معاصي البدن استعمال الشيء الذي هو عارية في غير ما أذن له فيه، وكذلك الزيادة على المدة المأذون له فيها إن كانت المدة مقيدة، كأن قدر له سنة فاستعمله بعد انقضائها، وكذلك إعارته للغير بلا إذن من المالك في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وتحجير المباح كالمرعى، والاحتطاب من الموات، والملح من معدنه، والنقدين وغيرهما، والماء للشرب من المستخلف، وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره. مكان مباح ليس ملكا لأحد، إنسان يريد فيه عشب مرعى، يريد أن يأتي بغنمه مثلا لتأكل، ليس لإنسان آخر أن يحجر هذا المكان، أن يمنع غيره منه، من سبق له أن يأتي بغنمه ببقره
للرعي في هذا المكان. كذلك إذا منع الاحتطاب من الموات، أرض موات ما جرى عليها ملك لمسلم، جاء شخص يريد أن يأخذ من الشجر يحتطب، يريد أن يأخذ الحطب، لا يجوز لغيره أن يمنعه من ذلك. وكذلك الملح في المكان الذي خلقه الله فيه، وكذلك غير الملح كالذهب والفضة في أرض الموات، حفر فوجد ذهبا له أن يأخذ هذا الذهب، وفيه إذا بلغ نصابا زكاة، يدفع ربع العشر من هذا الذهب الذي أخرجه من الأرض. وكذلك الماء من المكان الذي إذا أخذ منه يخلفه غيره، كلما أخذ يخلفه غيره، ليس لهذا الشخص أن يمنع غيره من هذا الماء. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر تحجير المباح، أي منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص، كشواطئ الأنهار والبحار، كما يحصل الآن يحجرون شواطئ الأنهار وحافات الأنهار وشواطئ البحار، يحجرونها، يمنعون الناس من الانتفاع بهذه الأماكن إلا أن يبذلوا لهم مالا، فهذا حرام. شواطئ الأنهار لا تحجر، وكذلك حافات البحار، شواطئ البحار لا يجوز تحجيرها. وكالمرعى الذي في أرض ليس ملكا لأحد، وكالاحتطاب أي أخذ الحطب من أرض الموات، وكذلك الشوارع والمساجد والروبط أي الأماكن الموقوفة للفقراء مثلا، فلا يجوز لبعضهم تحجير ذلك على غيره من المستحقين. وكذلك المعادن الباطنة والظاهرة، كأن يمنعهم من أخذ الملح من معدنه، وكذلك المنع من الشرب من الماء الذي حفره الشخص في الأرض الموات، وكان إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره. روى أبو داود وغيره: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. والمراد بالماء فيما ذكر الماء الذي لم يحزه الشخص، أي لم يحتوه في إنائه ونحوه. وأما ما حيز في ذلك فهو ملك خاص للذي حازه، أخذه وضعه في قنينة، صار هذا الماء له. والكلأ قلنا العشب، المرعى الذي ترعى فيه الغنم والبقر. والنار يعني إذا اشتعلت نار، لكل شخص أن ينتفع بهذه النار التي اشتعلت في الأرض الموات التي لم يجري عليها ملك لأحد. قال المؤلف رحمه الله: واستعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه. إنسان كان يمشي في الطريق أو في البحر، كان يسبح أو على شاطئ النهر، وجد مالا، وجد شيئا له قيمة مالية، ليس له أن يتصرف به ويقول وجدت هذا فأتصرف به، هذا لقطة. اللقطة تعرف سنة، يوضع ورقة في ذلك المكان: وجدنا شيئا يزيد عن كذا ينقص عن كذا، من كان له فليراجعني. بعد سنة يتصرف به بنية الغرم لصاحبه إن ظهر. الشرح أن من معاصي البدن استعمال اللقطة، وهي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك، في نحو الشارع كالمسجد والبحر، مما لا يعرف مالكه قبل أن يتملكها بشرطه، يوجد شرط لتملكها، وهو أن يعرفها سنة بنية تملكها إن لم يظهر صاحبها، فإذا عرفها سنة حل له أن يتملكها فيتصرف فيها بنية أن يغرم لصاحبها إن ظهر. والله تعالى أعلم وأحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. هنا سؤال: ما حكم الذهاب إلى المنجمين والعرافين والكهنة؟ الجواب عن ذلك أنه لا يجوز اللجوء إلى العرافين وإلى الكهان، إلى من تسمى البصارة، هذه التي تحمل الودع ترميه، توهم الشخص كأنها تقرأ شيئا ثم تقول له يحصل لك كذا، أو حصل لك كذا، أو فلان أخذ منك كذا، أو سيتيسر لك كذا من زوج ونحو ذلك، هذا لا يجوز. كذلك ما يفعله بعض الناس من قلب
فنجان البن ثم تنظر المرأة فيه وتتكلم والعياذ بالله، تقول طريق طويل فيه سفر، شاب يأتيك للخطبة، وتقول نحو ذلك، كل هذا حرام من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الذي يأتي العراف الذي يخبر عن الأمور الماضية ثم يسأله عن شيء 40 يوما صلاته بلا ثواب، يسقط عنه الفرض إن صلى صلاة صحيحة لكن بلا ثواب. فإياكم والعرافين، وإياكم والكهان الذين يخبرون عن الأمور المستقبلة. أما الإنسان الذي يذهب إلى العراف إلى الكاهن يسأله عن شيء ويعتقد به أنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يسمى الأبراج، إياكم أن تعتقدوا بها، ما لها علاقة بحياة الإنسان، ما لها علاقة بما يكون من لهذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتدبير أزلي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فإياكم والاستماع إلى هؤلاء وتصديق هؤلاء الذين يطلعون على التلفزيونات والراديوات وفي بعض الصحف يكتبون: فلان الذي ولد في برج كذا يكون شأنه كذا، في يوم كذا يكون شأنه كذا، لو كانوا يعلمون الغيب لاستكثروا من الخير ولتجنبوا ما يحصل لهم من الضرر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال عليه الصلاة والسلام: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. مشيئة الله لا تتغير، تقدير الله لا يتغير، علم الله لا يتغير. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات.